طب مين هم الأكثر الأشخاص اللي هم عرضة للسكر؟ لا، هو في السكر بتاريخ وراثي، وفي السمنه اكتر الحاجات اللي هي ممكن السمنة بتجيب تسبب هذا سكر. الكلام. نوعيه الغذاء، نوعيه الغذاء، الناس تغذية اللي ما كمان. عندهمش رياضه، احنا بس بنتكلم بشكل عام، الناس اللي ما بتنامش، النوم، الامراض النوم، الشخير وتوقف النفس اثناء النوم، الناس اللي بتسهر كتير، الناس اللي بتتعرض لستريس. احنا اتفقنا ان الاستريس ما يجيبش السكر، لكن استرس يزود فرصة مقاومة الانسولين. مفهوم. ففي حاجة اسمها واضح. استرس هرمونز، فالاسترس يظهر لي السكر قبل ميعاده لكن ما يجيبوش. بس مع الوقت هيجي، لا، ما ما هي هو هي صاحبه جاي خلاص. هيجي القلب والكوليسترول والسكر. بس في ناس ممكن تعيش حياتها. ما هو كيف نتجنب ده؟ مقاومة الانسولين دي نقدر نتعامل معاها قدر المستطاع، لكن اللي هو محكوم عليه ان البنكرياس يبطل افراز الانسولين لفترة، او اللي اصيب بحاجة منعية ادت بالتهاب البنكرياس، او اللي اصيب بمرض مباشر ادى الى لا قدر خلل الله. في البنكرياس، او اللي جاله فيروس، جزء من المناعة الذاتية انها تمنع هذا الفيروس انه يتعامل، او ان تمنع المناعه الذاتيه المنظمه غير المناعه الذاتيه. ما هو في فيروس بيبوظ لنا البنكرياس، بيبوظ لنا الخلايا اللي هي بتاعت لانجرهانز، وعشان كده قلنا ان في جزء مناعي مرتبط بهذا الشق. وفي ناس اللي هي عندها جزء جيني الاتش ال اي، نوع محدد من دوراسي الجين بقى، ده الوراثي. حاجة ما هو تانية، ده ده وراثي. بس هل يمكن التعامل معاه؟ ما احنا قلنا مرض السكر مرض يمكن التنبؤ بيه. عندنا تحاليل قبلها ب 10 سنوات زي الجلوتامين دي كاربوكسيليز، ده نوع من التحاليل الموجود، زي حاجات اللي احنا بنقيس بيها الخلل الجيني، زي الحاجات اللي احنا بنقيس بيها السكر، نقدر نعرف ان صاحب هذا الامر، ونقدر ندي بعض الادويه اللي هي مش فعاله حتى هذه اللحظه بهذه الدرجه.